تمكنت منذ بداية السنة الجارية 2022 من حل ما يربو أو ما يزيد عن 35 قضية سرقة وابتزاز وحتى قضايا مخدرات، مع استرجاع جزء هام من المسروقات ناهز الأربع ملايير سنتيم نقدا، إلى جانب ما يفوق الواحد كيلوغرام من المسروقات الذهبية وكميات هامة من المسروقات التي قد لا تقدر بثمن، وحجز ما يفوق عن 400 غرام من القنابل الهندي المخدرات وكمية من المؤثرات العقلية، مع تقديم المشتبه فيهم إن لم نقل الضارعين في قضايا السرقة، وذلك بموجب ملفات جزائية جد مقنعة.